في الفيديو ديال اليوم غنهضروا على تنظيم المغرب لكأس العالم للأندية ومشاركة الوداد لثاني مرة كبطل للقارة، لأنني أنا ودادي خاصني نهضر على القضية. طبيعة الحال المغرب ظفر بتنظيم شرف كأس العالم للأندية من الفيفا. علاش؟ لحقتاش أنه عارف الفيفا إلا مشى تنظم المغرب كأس العالم للأندية فغتكون شي حاجة واعرة ومضبوطة كيف ما كانت المرة اللي شاركت فيها الرجاء وكانت المرة اللي شاركت فيها المغرب التطواني. طبيعة الحال من ناحية ديال السياحة كتكون مزيانة، من ناحية ديال البنية التحتية عندنا مزيانة، لي زوطيل اللي فين يمشيو الناس كل شيء كاين، ومن ناحية ديال الأمن بطبيعة الحال كل شيء هادشي اللي محتاجه الفيفا باش تعطي شي بلد تنظيم تيرانات. بطبيعة الحال هادو كاينين باش تعطي تنظيم الفيفا لشي بلاد كتحتاج هادشي كامل. حنا البلاد ديالنا آمنة من طاجة الكويرة دور كيف ما بغيتي. هادشي اللي شفناه ملي جاو اللعابة ديال الأهلي والناس ديال الأهلي وكذلك الناس ديال اوكلاند سيتي واللعابه ديال اوكلاند سيتي، الناس كلشي فرحانين كيشوفوا البلاد اللي راه واعره بزاف، داشهم شي مناظر اللي اول مره غيشوفهم حيت هما ما كانوش كيشوفوا بزاف الشمال. فداوم هذه المره الشمال اللي غيكون فيه الافتتاح بطبيعه الحال في طنجه ان شاء الله اليوم. شفت شي تصاورات كانوا واعرين بزاف ديال كيفاش غيكون الافتتاح وكذلك تيان كيفاش داير من الداخل. بطبيعه الحال الا كنتو شفتوهم في انستغرام ما كنتوش ممكن نحطهم. فكوداديه حنايا مشاركين في كاس العالم للانديه لثاني مره كبطل للقاره، ماشي شي حاجه اخرى، كبطل للقاره الافريقيه. هادشي اوني داكور. غندوزو للهضره اللي كاينه بالنسبه لي انا كوداديه شنو بغيت من هذا المونديالتو. بغيت على الاقل يكون عندنا ارباح في المونديالتو، حيت المره اللي فاتت اللي لعبناها خسرنا الماتشات بجوج ورجعنا بخفي حنين، ما درنا حتى حاجه في هذاك المونديالتو، مشينا نشطنا شويه ورجع. مي هاد المره لانه كاين في المغرب المونديال الطوفا حنا خصنا نربحو، خصنا نربحو ماتش ماشي نربحو هو، فنربحو ماتش ديالنا وديك الساعه تشوفوا الماتشات الاخرين ممكن نوصلوا للفينال الله اعلم. المهم نديروا النيه ما كيقول وليد الركراكي، نهضروا على الاسماء اللي ممكن تغيب وكذلك شنو كيبان لي انا ناقص الوداد في هاد الوقيته هادي بالضبط كوداد. ف حنايا الاسماء اللي غائبه عندنا مشاو من الفرقه واللي كنا محتاجينهم بالضبط اللي هو مبينزا وتصومو، لان التسعود عندنا الله يجي حتى واحد ما كيطفر. الحسوني عنده اصابه اليوم وكذلك مترجي فحنا عارفين عنده اصابه مش حال هادي، فواش غادي يلحقوا المونديال طول لا الله اعلم حتى واحد ما عارف. وما كايناش شي اخبار اللي كتبادر لينا دابا ديال انه الحسوني غيشارك ولا المترجي غيشارك، كاينين ولكن واش غيشاركوا ولا لا في علم الغيب. فكنتمنى من اللعابه اللي غيدخلوا للتيران اللي دخل للتيران يحط الريه ديالو وربي ان شاء الله غيستر لينا وندوزوا الماتش الاول على الاقل. ما تنساش الى عجبك الكونتوني ديالنا دير لنا واحد لايك وسبسكرايب وكومونتير وشيري الفيديو مع صحابك، وان شاء الله غادي نديروا متابعه للمونديال من الاول ديالو للاخر ديالو ان شاء الله، وان شاء الله تكون في اخر حلقه للوداد اللي غنهضروا عليها بزاف هاد الايامات الجايه. وتهلاو نشوفو في فيديو جاي.